جميل جدا. طيب في بنات كتير بقى يا نهله عندها مشاكل مع الشمس، يعني حتى البنت تقول لك لا انا ما انزلش وما اتعرضش للشمس ابدا. ليه؟ لان هي بمجرد ما بتتعرض للشمس بتسمر، او ممكن يحصل لها التهابات في بشرتها، وكمان تحصل بعض التصبغات تخلي في بقع تظهر في بشرتها. يا ترى ايه اللي ممكن يعالج المشكله دي، واللي بتواجه يمكن شريحه كبيره من البنات، لان كلهم بيقولوا انا بشرتي حساسه والشمس بتتعبني؟ عايزين نعرف. بصي، هي قبل ما تتعرض للشمس لو استخدمت حاجه واقيه من الشمس ورطبت بشرتها بعد ما روحت البيت ورطبت البشره بحاجات طبيعيه اول باول، مش هيحصل الكلام ده كله. هما حاجتين بنعملهم قبل التعرض للشمس، طبعا احنا بنحميها البشره كويس قبل ما نتعرض للشمس، وبعديها بنعمل ترطيب بحاجات ناعمه طبيعيه جدا للبشره. زي ايه كده بقى؟ بصي، عندنا حاجات كتير طبيعية قوي، يعني الزبادي، اللبن، الخميرة الناعمة للبشرة، النشا، الكريمات الترطيب البسيطة، أي ماسك تدخلي فيه مية ساقعة كويسة جدا، تغسلي بشرتك مية ساقعة، تحطي تونر مرطب، تحطي كريم مرطب، الكلام ده كله حاجات كويسة جدا ناعمة جدا للصيف. يعني البنت ممكن تعمل ماسك مثلا زبادي وخميرة؟ لا، ممكن تعمل مثلا زبادي مع خيار، الخيار طبعا بيرطب كويس جدا. زائد ان احنا قلنا طبعا في اول الحلقه لازم ناكل فاكهه كتير، ناكل خضار كتير، ده بيعوضنا من المشاكل اللي احنا بنشوفها. طبعا طبعا وبيبقى بشكل ملحوظ وبشكل سريع، يعني بنشوف الكلام ده. حلو. طيب بنت مجرد ما بتغسل وشها اصلا بينور؟ طبعا. هي بتلاحظ من اول او تاني مره. طبعا. والجزء التاني اللي احنا قلنا عليه العنايه في البيت، وان احنا نشيل الميك اب اول باول ونرطب كويس. الجزء التالت اللي اتكلمنا عليه ان احنا نعمل جلسات مطواياج اول باول، نقدر ان احنا نخلص البشره بشكل داخلي من التصبغات اللي فيها، نقدر ان احنا ننظف المسام بشكل داخلي وبعمق. بتحسي بفرق طبعا. بما انك بقى اتكلمتي عن